لكن نروح بقى للبطوله فنيا مع المدرب العام للنادي الاهلي كابتن سامي قمصان. تحياتي ليك يا كابتن سامي ومنور قناه الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن سامي، تحياتي ليك طبعا، مبسوط قوي اللي انا معاك والله. قول لي بقى، اول ما شفت القرعه يعني احساسك ايه، وشفت ازاي قرعه كاس العالم للانديه؟ طبعا احساس، انت كنت معانا طبعا البطوله اللي فاتت، وشفت قد ايه البطوله كانت قد ايه قويه، لان زي ما حضرتك قلت بتضم اكبر منتخبات، اكبر انديه في خمس قارات او اكثر. فخلينا نتفق البطوله قويه جدا، كل الفرق اللي فيها عندها امكانيات فنيه كبيره وعندها قدرات حققها البطوله. في فرق كثيره لعبت كذا مره، الحمد لله احنا من اكثر الفرق اللي شاركت فيها، لكن في فرق برضو شاركت كذا مره، وعارفين البطوله قد ايه وعارفين قيمتها قد ايه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نكون مستعدين. اعتقد ان احنا مستعدين السنه دي، وعندنا طموح وعندنا امال كبيره ان احنا نحققها، خصوصا بعد الشهور اللي احنا اللي الواحد كانت حاسه يعني السنه اللي فاتت، واللي انت تحقق ثالث عالم بكده. انت بقى يعني دايما النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيتمنى، بيتطلع دايما للافضل، ان شاء الله يكون الافضل لينا، ان شاء الله ان احنا نلعب المباراه النهائيه ان شاء الله. شكل القرعه كابتن سامي ومشوار القرعه، نحن النهارده في طريقنا بعدنا عن بطل اوروبا، وده كان عقبه في البطوله السابقه. شكل المشوار بتاعنا هنبتديها قدام مونتير المكسيك، وطبعا فريق محترم، بعد كده ربنا اكرمنا بالميراس البرازيلي، ده يخلينا ان احنا نطمح طموح اكبر، وان احنا نفكر النهارده نوصل لمركز افضل، مركز التالت. وبص يعني خلينا اتفق معاك كابتن حاجه، يعني ان اصلا نظام البطوله ما فيهوش عداله. ايوه إن انا يعني انا بطل زي انا، وانا ذنبي اللي انا بلعب في قاره افريقيا، ولا الفرق الثانيه نفس القصه اللي بيلعب في امريكا الجنوبيه او بيلعب في اوروبا. يعني انا شايف ان انت بتدي افضليه للفرق على حساب فرق ثانيه، ودي مش فير يعني. لكن في الاول والاخر انت ده نظام البطوله، نحترمه طبعا ونلعب عليه، بنلعب ضمن خصم طبعا مميز في الكونكاف خمس مرات، عنده مدير فني عارف يعني ايه الكره المصريه، مستر اجيري طبعا مره منتخب مصر، وعارف ومكانه النادي الاهلي كويس. فمواجهه سهله، يمكن احنا عندنا برضو نتيجه مش احسن حاجه لما لعبناهم، وانت عارف دايما يا كابتن اسامه النادي الاهلي لا الفرق الكبيره دايما ما بتقبلش ان انت تقدر تخسر مرتين من الفرقه متتاليه يعني. فطبعا بالنسبه لي هدف مهم جدا، وحضرتك عارف طبعا ان اهم مباراه هي المباراه الاولى، لان هي اللي بتاهلك لبعد كده يعني. حقيقه تفكيرنا ان شاء الله يكون تركيزنا 100%، عندنا هدف معين بنسعى له. الحمد لله برضو اللي ساعدنا في البطوله دي، يمكن تاخير البطوله شويه برضو ادتنا افضليه ان احنا نكون اللعيبه الجديده ان شاء الله تكون معانا برضو، اللي هي لكن قابلتنا مشكله ثانيه برضو نقدر مش عارف يعني، برضو نفس القصه ان انت شكل بطوله افريقيا وبطوله دوليه زي البطوله دي، ازاي ما بقاش في توصيل بالاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. فطبعا حاجات يعني نتمنى ان شاء الله الفتره ديت يقدروا يبقى في حل فيها، وان شاء الله نلعب بكل قوتنا، لان انت عارف يعني عندنا التدعيمات دي طبعا هتفرق معانا، عندنا لعيبه برضو ثاني مره تشارك، انت عارف القبضه برضو الخبرات طبعا مهمه جدا، خاصه السنه الثانيه على التوالي طبعا مهمه جدا يعني. انت عارف احنا 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 عن نفسنا احنا كان اللي انت تشوف جو ثاني ونظام ثاني، وتشوف لعيبه اوروبيه، وتشوف ستايل اكنك بتلعب في كاس العالم، في حاجه كبيره جدا يعني. يمكن السنه دي ان شاء الله تكون عندنا خبرات اكتر وعندنا دوافع اكتر. يمكن والله يا كابتن اسامه هقول لك على حاجه، يمكن كابتن سيد بس هو اللي كان عارفها يعني. يمكن احنا بنتفرج على المباراه النهائيه، انت عارف بعد ما خلصنا البطوله المباراه المركز الثالث، وحصلنا الحمد لله المركز الثالث، قعدنا كلنا اتفرجنا عشان كان يبقى كان المراسم كلها بعد المباراه. احنا كنا قاعدين ورا الكابتن، انا وكابتن سيد يعني قاعدين ورا الكابتن، والكابتن وباير بيحتفل كده والكلام دوت. يعني احنا شفنا بقى نظرته اللي هو لا، النادي الاهلي حق يكون في المكان ده، النادي الاهلي حلو. يعني انت عارف بتبقى انت بتشوف من نظراته، يمكن هو ما اتكلمش، يمكن انا وسيد عمال قعدنا نتكلم في النقطه دي، ان الكابتن عشمان ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله يكون في المباراه النهائيه ان شاء الله. ده اللعيبه برضه اللعيبه وعدت الكابتن دي ان شاء الله ان احنا هنقاتل بكل نقطه عرق ان شاء الله، عشان النادي الاهلي ده بمكانته وبقيمته وقدره يستاهل لو يكون من افضل. وعندنا الحمد لله كل الامكانيات، جهاز فني محترم، جهاز فني عنده خبرات كبيره، وايضا كمان لعيبه يعني عندها خبرات كبيره جدا انها تقدر تحقق المركز افضل من المركز الثالث. كابتن سامي ان شاء الله يكون عندنا التوفيق، لان انت عارف عنصر مهم جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله انما احنا
واللعيبه اعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل كل اقصار جهدنا ان شاء الله اللي احنا نسعد جمهورنا النادي الاهلي. الفتره الحاليه انا عارف انكم في اجازه، لكن بمجرد اعلان القرعه هل حصل تواصل بينك وبين بيتسو موسيماني عن القرعه وشكل المجموعه ومونتير المكسيكي والكلام ده ولا لسه يا كابتن سامي؟ لا طبعا طبعا طبعا، انت عارف انت لازم تحضر يعني. يمكن احنا طبعا كنا عارفين طبعا اوكلاندو موجود معانا، كنا عارفين طبعا تشيلسي موجود معانا، لكن كنا منتظرين الجزيره طبعا لانه صاحب البطوله، لكن ما كناش عارفين طبعا الهلال، لان الهلال لسه لاعب البطوله اللي فات برضه خد البطوله. ونفس القصه بالميراس برضه نفس القصه. فبدانا طبعا الراجل ده عندنا طبعا محللين اداء طبعا بيقدروا يجمعوا الحاجات ديت، وممكن الراجل امبارح بقى اتكلمنا ان احنا نحضر من دلوقتي مع طبعا الحاجات اللي عندنا. كان عندنا برضو تحضير لبطوله السوبر لكن اتاجلت، فتفكيرنا طبعا دلوقتي اللي احنا بنفكر دلوقتي نشوف الفرقه المونتاري ازاي شكلها، لكن مش عاوزين نسبق طبعا خطوه، لكن في الاول والاخر طبعا دايما لازم تكون مستعد قبل البطولات الكبيره اللي زي ديت، لان انت ده حلم، ده حلم لينا قبل ما يكون حلم لجمهورنا، يعني ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله كبيره لجمهور النادي الاهلي. كابتن سامي عايز ابارك لكم طبعا على الاداء من بدايه الموسم، ما شاء الله 6 جولات العلامه الكامله، 6 فوز كمان، مش فوز لا ده فوز باقناع باداء باهداف. الحمد لله طبعا، الله يبارك فيك يا كابتن سامي. انت عارف كان صعب علينا جدا جدا احنا نتقبل خساره الدوري، ولا جمهور النادي الاهلي نفس القصه بالنسبه له. خساره الدوري دي حاجه كبيره جدا، النادي الاهلي مش متعود عليها ولا جمهوره، عارفين اللي هي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي. يمكن انت حضرتك عارف وكنت عايش معانا الظروف اللي حصلت السنه اللي فاتت، لكن احنا مش عاوزين نتكلم على حاجه فاتت، بنتكلم دايما في اللي جاي. فاعتقد الحمد لله استعداد كويس جدا لينا من بدايه الدوري، التركيز في كل الماتشات. يمكن برضو في حاجه الناس مش ملاحظاها، يمكن الحمد لله النتائج اللي احنا سلبيه عملناها السنه اللي فاتت الحمد لله، يمكن كان ربنا في بدايه الموسم ديت كانت معظمها لعبناهم، يعني البنك الاهلي السنه اللي فاتت عملنا تعادلين، النهارده الحمد لله بتكسب الاسماعيلي نفس الكلام، الاسماعيلي نفس القصه، غزل المحله في المحله، غزل المحله في المحله. فاعتقد الحمد لله ده يدل ان احنا الحمد لله واللعيبه مركزين كويس، وعندنا هدف واحد اللي احنا ان شاء الله نكسب كل الماتشات اللي بالنسبه لنا، يعني لان اعتقد هي دي اللي هتدينا الافضليه من غير ما نبص للمنافسين يعني. فالحمد لله بشكر طبعا اللعيبه واشكر الجمهور على الدعم لينا، وان شاء الله نزيد ان شاء الله من التوفيق الفتره الجايه باذن الله. عايز اخد رايك برضو، كابتن محمود الخطيب قليل جدا لما بيظهر في الاعلام، ظهر مع الكابتن احمد شوبير كانت حلقه مميزه، في الحلقه دي اشاد بالعلاقه ما بين الكابتن سامي قمصان ومستر بيتسو موسيماني، وكمان اشاد اشاده خاصه بالكابتن سامي قمصان، رايك؟ طبعا شرف طبعا عليا طبعا على صدري، يعني من اول اختيار الكابتن ليا طبعا وترشيحه ليا ان انا اكون موجود في النادي، دي حاجه كبيره جدا يعني، وكلامه عليا والله يعني مش عاوز اقول لك، يعني بالنسبه لي كان يعني افضل من كل البطولات اللي الواحد خدها، لما يكون شخص بحجم وقيمه ومكانه الكابتن خطيب يتكلم عنك ويتكلم عن شغلك، فاعتقد حاجه شرف ليا. وكان انا كنت قاعد والله مع اولادي ودكتور كده، وكل الناس كانوا مبسوطين جدا جدا، يعني زي ما بقول لك اكتر من البطولات والله اللي الواحد خدها. فاتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنه وحسن ظن جماهير النادي الاهلي، ودايما يا رب ان شاء الله نساعد النادي ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، مستر موسيماني الفتره دي متواجد في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شايف الزياره ليه امبارح كان متواجد، النهارده كان متواجد، بكره كمان كان متواجد، متواجد مع كل الفرق، نزل النهارده عشان يشوف المباريات، يشوف اللعيبه عن قرب، كمان حصل اجتماعات مع الاجهزه الفنيه مع كابتن خالد بيبو مع اللعيبه، شايف الزياره دي اثرها ازاي خاصه خلال الفتره اللي جايه كمان ممكن النهارده التواصل يكون مهم جدا ما بين الفريق الاول وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ والله احنا كنا بنتكلم قبل التوقف يعني عن النقطه دي، يمكن هو كان مسافر، لكن طبعا انت عارف الظروف اللي حصلت له وكده والكلام ده، وفق بقى اللي هو يقدر يستفاد بالفتره ديت. اتكلم ان النادي الاهلي عنده مهاره كبيره جدا، وقطاع الناشئين ده زي ما بيقول بالنسبه له منجم، يعني فيها لعيبه مميزه وقدرات كويسه ومدربين على اعلى مستوى وقطاع فني، والراجل الخبير التشيكي راجل مميز جدا، وكابتن بيبو طبعا خالد طبعا عامل اداء مميز جدا، فقال لي عاوزين يستفادوا ويكون في دايما تواصل من خلال قطاع الناشئين، ومن خلال برضه الفرقه 2001 وكابتن عمرو انور طبعا وجهازه، اللي احنا نتواصل معاهم عشان تبقى نفس الفكر وستايل التدريب والحاجات اللي بتبقى ناقصه يتكملها، لان انت عارف برضه كابتن اسامه النقله اللي بتبقى من قطاع الناشئين للفريق الاول
بتاخد وقت شويه قبل ما، خصوصا لما تكون تخش في وسط نجوم كبيره زي نجوم النادي الاهلي. فمهم جدا ان انت تستعد لها، مش شرط فنيا بس، نفسيا نفسيا وخططيا برضو. طريقه اللعب ممكن تكون لو تبقى مناسبه، لو في فرق تقدر تلعب بنفس طريقه اللعب هتساعد اللعيبه برضو لما تيجي تطلع لنا تكون عارفين التحركات ازاي، الفكر نفسه، الاهتمام، الجانب لو اتكلم برضو في الجانب التغذيه والجانب ده. خلي بالك حاجة تانية برضو، اتكلم في الأمور الفنية مع مستر بروكيتش وكمان مع المدربين، لما اتفرج على المباراة كمان أعجب بالمدربين الموجودين، طريقة اللعب، توحيد اللعب من 4-2-3-1 ل 3-4-3 ونفس الأسلوب المشابه للدرجة الأولى، فهو أشاد بهذا الأمر يا كابتن سامي. لا هو أنت حضرتك عارف المدربين النادي الأهلي طبعا، وقنا شيء ما شاء الله، مدربين مميزين جدا كلنا اشتغلنا فيها، وعارفين قد إيه الواحد بيبقى عندك طموح اللي أنت ساعد دي ناديك، وبقى عندك طموح اللي انت عاوز تشتغل وتعمل افضل ما عندك يعني. فاعتقد الحمد لله ان ديت اكدت للمدربين ان الراجل بيتابع وان الراجل دايما في تواصل حقيقة. وبتدي امل للعيبه طبعا برضو اللي يبقى عندك فرصه ان انت تلعب وتتمرن في النادي الاهلي وتطلع الفريق الاول، ويبقى عندك نفس الطموح اللي انت تشارك في الفريق الاول وتعمل تاريخ كبير واسم كبير من خلال النادي. فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه، ودي تدل برضو ان الراجل يعني تاكيدا للناس اللي هي كانت بتشكك الراجل عاوز يمشي والراجل أيوة. كذا لا ده الراجل قاعد وبيعمل مشروع للنادي الاهلي، ومشروع يستمر سنوات وسنوات بالظبط يعني. وده أيوة. عشان كده برضو من خلالك طبعا، وانت اكتر واحد عايش معانا وفي وسطنا، إن, ان 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 الراجل عاوز دعم دايما، والراجل هو متواصل مع الناس. يمكن الناس كتيره بتتكلم في نقطه ان الراجل متواصل مع الناس، دي حاجه ايجابيه. كل العالم أيوة. كده دلوقتي كل العالم أيوة. لازم تتواصل مع الجمهور وتتواصل مع الاعلام، ولازم يبقى في كلام، لكن الكلام في حدود اللي هو المعقول حقيقة. او الطبيعي يعني. ما تتكلمش في حاجات شخصيه لا. او قرارات فنيه اقدر اخدها حقيقة. لكن تتكلم في شكل اللعب، في اللعب، في اسلوب التغييرات، توقيت التغييرات، كل الحاجات دي مهمه اللي انت تتكلم فيها يعني. فهو الراجل متفتح جدا، الراجل عنده رؤيه وعنده مشروع كبير عاوز يساعد فيه النادي من خلال النادي. يمكن حضرتك شفت برضو الحاجات اللي هو بيعملها، وزوجته اللي هي برضو مديره اعماله بتعملها والماركتنج اللي بتعمله في جنوب افريقيا دي برضو حاجه اللي انت بتستغل اسم النادي الاهلي، دي حاجه كويسه جدا. حقيقة لان النادي الاهلي ده ايمج كبير، حاجه كبيره جدا لازم نستغله. يعني انا ليا اصحاب كتير جدا في كل اوقات كتير في انحاء كتيره جدا من العالم. مجرد بس ان انت بتذكر اسم النادي الاهلي دي حاجه طبعا كبيرة. طبعا اسم النادي الاهلي اسم كبير. كابتن سامي قمصان يعني. المدرب العام للنادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا.